السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. نعم، نقول مساك الله بالخير يا فهد. يا مساك الله بالنور والرضا، الله يرحمك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع أيضا مع ضيوفنا عبر السكايب مواضيع مهمة وأيضا متميزة وفي أبرز عناوين حلقة اليوم. جامعة قطر من بين أفضل 250 جامعة عالمية. عودة الحياة إلى الحدائق العامة حول العالم، والأطفال هم الأكثر سعادة. في البداية، بداية تعليمية، حيث حققت جامعة قطر تقدما جديدا في تصنيفات للجامعات العالمية للعام 2021، لتصبح ضمن أفضل 250 جامعة عالمية والمركز الخامس على مستوى الجامعات العربية. نعم فهد، بالتأكيد. وطبعا المزيد حول هذا التصنيف، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور درويش العمادي، رئيس الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، ونقول مرحبا ومسهلا فيك دكتور، وحياك الله ويانا اليوم في ترحيب. أهلا وسهلا فهد وخالد، وجزاكم الله خير. كان ودي أكون معكم في الاستوديو، لكن يعني طبعا الظروف هذا، وشكرا معنا الفريق هنا حقيقة. الآن إذا احنا تحدثنا عن التصنيف، طب أن التصنيف هذه يعني قضية بالنسبة لنا ليست قضية جوهرية، إنما هو قضية حقيقة ناتج إضافي ل نتاج للعملية التعليمية والعمليات البحث في وخدمة المجتمع في جامعة قطر. نعم. احنا طبعا اولا يعني لابد نعرف ان التصنيف اللي وصلنا لجامعة قطر، الان احنا صنفنا ضمن افضل 250 جامعة في العالم، ترتيبنا الحقيقي هو 245. نعم. طبعا هذا يعني نتيجة جهد الجامعة عبر عقود طويلة منذ إنشائها إلى الآن، لأن يعني التصنيف، إحنا أولا في الجامعة الأهم من الأهم الأشياء اللي نركز عليها جودة العملية التعليمية والبحث العلمي. صحيح. وهذا أنا أعتقد أهم المعايير اللي تعتمد عليها قضية التصنيف الدولي. لو حبيتوا أكثر ممكن أنا أضيف شنو يعني المتغيرات اللي ممكن ناخذها. نعم. بعين الاعتبار في كل عمليات التصنيف. بالتأكيد. التصنيف في المقام الأول في بعض الأشياء يعني الفاكتشوال، الحقائق اللي تنبني عليها. نعم. احنا نزود هذه المنظمات، لكن في اشياء حقيقة المنظمات تاخذها من مصادر اخرى، الجامعة ما لها اي دخل. على سبيل المثال النتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر ومدى جودة هذه الأبحاث، احنا جامعة قطر لا دخل لها، يعني الباحثين. صحيح. في جامعة قطر ينشرون أبحاثهم عبر المنصات العالمية، وبالتالي هم من خلال أدواتهم الخاصة يقيسون مدى جودة هذه وهذه كلها انعكاسات حقيقة لجودة المخرج التعليمي والمخرج البحثي في الجامعة. دكتور درويش، أكيد نحن راح نستمر معاك أيضا ومع المشاهدين، وراح نستفيد أيضا من هذه المعلومات الجاية، ولكن ودي إحنا وياك ومع المشاهدين نتوقف مع تقرير عن هذا الإنجاز، ونتابع بعده اللقاء مع الدكتور درويش. نعم. تتوالى النجاحات التي تحققها جامعة قطر مؤخراً، حيث تم الإعلان عن التقدم الجديد التي أحرزته في تصنيفات مؤسسة QS للجامعات العالمية للعام 2021، لتصبح ضمن أفضل 250 جامعة عالمية. ووفقاً للتصنيف الجديد، احتل جامعة قطر المركز 245 على مستوى الجامعات العالمية، والمركز الخامس على مستوى الجامعات العربية للعام 2021، لتكون بذلك قد تقدمت بمقدار 306 مراتب منذ العام 2014 وحتى الآن، كما لم تسجل أداء سلبيا على صعيد التصنيف. وكشف رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم عن الفخر بهذا التصنيف قائلاً: لقد حققنا تقدماً بمقدار 31 مرتبة عن العام الماضي، ليتم تصنيفنا من ضمن أفضل 250 جامعة عالمية،
وهو ما يحتم على جامعة قطر البقاء على مستوى المنافسة مع الجامعات والمعاهد العالمية العريقة. وتلتزم جامعة قطر في سعي دؤوب منها على تحقيق استراتيجيتها الخماسية 2018-2022 والتي ترمي لتحقيق التميز المستمر في الأداء. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد التحية أيضا بضيفنا المتواجد معنا عبر السكايب الدكتور درويش العمادي، ونقول مساك الله بالخير مرة ثانية دكتور. طبعا احنا شفنا التقرير اللي بيّن لنا تصنيف جامعة قطر، طلعت من ضمن المرتبة 245 من ضمن القائمة اللي هي 250، ولكن احنا نبي نتكلم من هي هذه الجهة المصنفة وما هي المعايير اللي تم بناء عليها يعني اتخاذ هذا التصنيف. يعني هل كثرة مثلا البحوث الأكاديمية المنشورة بالنسبة للطلبة أو حتى لطاقم هيئة التدريس؟ يعني ودنا نفصل شوي في هذا الموضوع أكثر. احنا طبعا في معايير مرتبطة بالعملية التعليمية، منها على سبيل المثال نسبة أعضاء التدريس إلى الطلاب. هناك يعني طبعا كل ما قلت نسبة أعضاء التدريس إلى الطلاب كل ما كان النتيجة إيجابية أفضل. نسبة عدد البحوث إلى عدد أعضاء التدريس، يعني إذا عندك 1000 عضو هيئة التدريس على سبيل المثال في السنة الواحدة كم بحث ينشر في والنوعية الأماكن اللي ننشر فيها الأبحاث، لأن أيضا المجلات العلمية أيضا هي مصنفة درجات، هي يسمى Q1 Q2 3 4 5 يعني تصنيف الأول الثاني. فأنت كل ما نشرت في التصنيفات المجلات اللي لها وزن أكثر وبالتالي تأخذ يعني نقاط أكثر وترتقي في التصنيف. نعم. ايوه. وايضا من النقاط الهامه اللي ربما يغيب عندهن مدى عولمه يعني internationalization of the institution، مدى هل الجامعه هذه جامعه محليه ولا جامعه عالميه، بمعنى اللي موجودين فيها سواء طلاب واعضاء التدريس هل هم من جنسيه واحده ولا من جنسيات مختلفه. كلما تنوعت الجنسيات صحيح. والخبرات والثقافات كل ما هذا كان أمر إيجابي. والحمد لله احنا بجامعة قطر من الجامعات اللي احنا تقريبا المرتبة الأولى من حيث في هذه الخاصية في جامعات العالم. صحيح. احنا أكثر جامعة في هذا التميز في هذا التنوع. احنا أعضاء التدريس غالبيتهم يعني أكثر من 80% منهم من غير قطريين، الطلاب أكثر من 35% منهم من جنسيات مختلفة من كل العالم. كل هذه يعني أعتقد نقاط إيجابية تحسب. نعم دكتور، أنا أتفق معك في يعني أن جامعة قطر عندها بعض المعايير أو بعض المؤهلات اللي تعطيها أيضا أن تكون في الصدارة من يعني من هذه النظرة، ولكن لما إحنا نقول أيضا بتنوع الثقافي للطلاب، التنوع الانتماءات لدى الطلاب، أيضا نأخذ بعين الاعتبار أن إحنا مجتمع متنوع، عندنا نسبة كبيرة أيضا من المقيمين اللي يعني أبنائهم دائما يحاولون يدخلون بجامعة قطر، ولكن أيضا 80% من طاقم التدريس هم أساتذة كرام من جامعات مختلفة وخبرات أيضا مختلفة، أضف على ذلك 20% منهم القطري. ولكن أنا أيضا يعني الأمانة هي نقطة محسوبة لكم، ولكن أيضا نبي نشوف أن مثلا يتم في يعني وضع بعين الاعتبار أن إدخال أكثر عدد ممكن من القطريين إلى طاقم التدريس من حيث الأساتذة وإعطائهم أيضا المزيد من الفرصة بحكم أن يعني أهلية يعني هؤلاء تضاف للمنهج التعليمي يعني من ناحية الخبرة الاجتماعية وما إلى ذلك. فأعتقد أنهم أيضا يعني هذه قيمة مضافة لكم أكيد. إن شاء الله. أنا بس أعلق على النقطة الأخيرة اللي هو إعطاء فرصة للإخوة القطريين. إحنا حقيقة لابد أن ندرك أن الجامعة تتوسع سنويا. إحنا الآن في خلال من 2010 تقريبا إلى الآن الجامعة زاد يعني عدد الطلاب تقريبا 3 أضعاف. احنا كنا تقريبا 7 إلى 8 آلاف، الآن أكثر من 22,000 طالب. وبالتالي يستتبع ذلك أن زيادة في أعضاء هيئة التدريس. إعداد عضو هيئة التدريس يأخذ وقت طويل. صحيح. يعني احنا عشان نعد عضو هيئة التدريس بعد ما يخلص البكالوريوس احنا نتحدث عن 5 إلى 6 سنوات. نعم. احنا في العدد النهائي للأعضاء التدريس القطريين سنويا في ازدياد. احنا سنويا هناك حقيقة نبتعث ما لا يقل عن 20 شخص، يعني 20 إلى 30 يعني عضو التدريس جديد يلتحق بجامعات
يعني استكمال الماجستير والدكتوراه. نعم. لكن في نفس المرحلة الزيادة في العدد الإجمالي لأعضاء التدريس يكون أكثر من 20 و30. وبالتالي إحنا كعدد إجمالي القطريين يزيدون، لكن كنسبة إحنا حقيقة نقل، لأن النسبة اللي نسبة القطريين لا تواكب النسبة المرتقبة في الزيادة الإجمالية، وهذا أنا أعتقد يعني أمر خارج عن إرادة الجامعة، مش إن إحنا ما نبغي. الآن نحن كثير من الناس المتميزين منهم بالذات لا نستطيع أن نستقطبهم، لأن عندهم فرص أخرى حقيقة في مجالات كثيرة. إحنا نحاول جاهدين إن نجيبهم ونعطيهم يعني الأمان الوظيفي، نبعثهم لأفضل الجامعات، وليس كل واحد يحب إنه يدرس، يعني صحيح صحيح لازم صحيح نكون واقعين. ليس كل متميز يحب إنه يروح يدرس دكتوراه، لأن كثيرين منهم يفضلون انهم يروحوا ويشتغل ويصبح مدير عام في شركه يعني وما عنده تعب الدراسه والغربه. والله اختصرت الموضوع يا دكتور درويش يعني، لكن انا بعد خلي معي اذا تسمح لي. والله لو ترك لا 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 انا اختلف معك في وجهه النظر هذه. يمكن كان في تصور في السابق انه يعني الواحد يبي يخلص من الجامعه ويروح يلتحق بالسلم الوظيفي، وانه يحصل على يعني منصب اداري وما الى ذلك، ولا باس بالطموح يعني، صح ولا لا؟ ولكن الان عندنا شباب مكافح، وانا فاهم ان انت شنو الشيء اللي انت تقصده. بالعكس يعني هذا امر اللي تتكلم فيه حقيقي وواقعي، وايضا مشكل الناس الامانه تهوى ان تدخل في جانب التدريس، فهذا انه متعب اكيد الأمانة. ولكن الان ايضا الاتجاه كثير يعني نقول في جانب التدريس، يعني تكلم اخوي خالد عن الجانب التدريس والشباب اللي قطري، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. وايضا مثل ما نرجع لموضوعنا في التقدم اللي هو نتكلم عن تقدم بمقدار 306 مراتب منذ عام 2014، إذا قلنا من عام 2014 إلى الآن عام 2020، أكيد هناك في استراتيجية وفي خطط اعتمدت عليها الجامعة للمضي في هذا التقدم الكبير. يعني نبغى نعرف الاستراتيجية والخطط يا دكتور درويش. احنا طبعا من ضمن استراتيجيتنا حقيقة اللي وضعت في 2018-2022 يعني كان من ضمن خطتنا أن جامعة قطر تصبح من ضمن أفضل 300 جامعة في العالم. نعم. كان وقت إحنا حقيقة ترتيبنا حول 400، يعني وقت في بداياتها في كنا في فئة 300-400، وكان الهدف أن خلال 5 سنوات يعني نكسر حاجز 300 وندخل في ضمن أفضل 300. طبعا يستتبع هذا أنك أنت تضع سياسة في استقطاب أعضاء التدريس اللي لهم بحث إنتاج بحثي معين. صحيح. يجب يكون لك استراتيجية في طريقة التدريس، في البرامج المختلفة، في الشراكات اللي تبنيها مع الجامعات الثانية. احنا يمكن واحدة من النقاط اللي تحسب لجامعة قطر، احنا حقيقة نفتخر بأن عندنا شراكات مع جامعات ومؤسسات عالمية أكثر من 300 شراكة. نعم. في مختلف دول العالم. صحيح. سواء في أستراليا، في نيوزيلندا، في جنوب أفريقيا، في أمريكا، في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا. في دول حقيقة عديدة. صحيح. حول العالم احنا، وهذه الشراكات نفعتنا في ليس فقط في الإنتاج البحثي، أيضا في إعطاء سمعة لجامعة قطر. صحيح. وإبراز دور جامعة قطر بأنها جامعة وطنية وجامعة يعني مكتملة الأركان. نعم صحيح دكتور. أيضا أنا ودي أيضا نشير إلى جامعة قطر أيضا لتخريج الكادر أيضا الأكاديمي اللي فعلا شفناه يتقلد كثير من المناصب اللي يعني عندنا بالدولة، ويعني الأمانة يشار لهم بالكفاءة، وأيضا حتى الجامعات الأخرى اللي موجودة عندنا بالدولة، وهذا لا يمنع يعني جو التنافس اللي بينهم. ولكن أنا ودي أشير إلى نقطة مهمة مقارنة بجامعة قطر بالجامعات الموجودة بالدول العربية، لأنها حصلت على تصنيف عالي جدا، فاشرح لي شوي هذه النقطة خلها تكون واضحة لي السادة المشاهدين. طبعا احنا لما نتكلم عن الجامعات العربية هي من ضمن نفس سياق الجامعات العالمية. هذه المؤسسات تأخذ مجمل يعني عديد من الجامعات اللي في المنطقة وخارج المنطقة وحول العالم، وبالتالي تعمل مقياس وتقارن بينهم وبين أدائهم في مختلف الجوانب التصنيف. نعم. ونطلع في النهاية المحصل النهائي الرقم يمثل أنت بالضبط وينك على هذا السلم العالمي في التصنيف. صحيح. احنا طبعا احنا لا ننظر يعني احنا طبعا ودنا دائما نكون في المقدمة، لكن احنا ننظر كيف نطور من نفسنا بأن العملية التعليمية والبحثية. صحيح. تكون على أعلى مستوى، ومتأكدين إذا أجدنا العملية التعليمية والإنتاج البحثي
كان من نوعية طيبة وجيدة نعم. بالتأكيد بالتبعية أن التصنيف يكون جيد، لأن التصنيف هو فرد نتاج للعملية التعليمية والبحثية، العمليات اللي تجري داخل الجامعة نعم. فهو إحنا لازم ننظر إلى أن التصنيف ليس له هدف بحد ذاته صحيح. إنما هو انعكاس لجودة ومخرج التعليمي. مخرج التعليم. فقط في نقطة لو حبيت يعني سمحت لي إن لا في نقطة فقط أريد ذكرتني فيها جزاك الله خير. واحدة من العمليات اللي تعتمد عليها التصنيف أيضا ردود أصحاب العمل. يعني رأي صاحب العمل في خريج جامعة قطر. صحيح. فهذه المؤسسات تبعث أيضا باستبانات للجهات اللي تستقطب خريجين جامعة قطر نعم. وخريجين الجامعات مختلفة اللي في دولة قطر وتسألهم عن الخريج عن مستواه ومدى رضاهم عن عمله وعن إعداد الأكاديمي، وبالتالي أنا أعتقد هذه كلها مؤشرات إيجابية صحيح. في للمنتج النهائي اللي إحنا يعني نصدره للمجتمع. نعم. نعم نعم بالتأكيد دكتور، أنت أعطيتنا شرح وافي ومفصل عن إنجازات يعني جامعة قطر، ويعني احنا نشكركم على مثل هذا يعني التقدم وأيضا التطوير المناهج التعليمية في جامعة قطر، إضافة إلى ذلك يعني إعطاء الفرص أو المنح أيضا للطلبة المتفوقين حتى يدخلون إلى جانب أيضا يعني طاقم التدريس أو هيئة التدريس، وكل هذا يعني والشكر موصول أيضا يعني في جائحة كورونا لازم نقول هذه صحيح. الكلمة أن أيضا كان لجانب أعتقد مركز إذا تصحح لي دكتور مركز البحث عندكم اسمه ساري أو شيء كذي، كان مسؤول أيضا عن إقامة البعض من الدراسات، وفي عدد من الإخوان اللي شار لهم بالبنان في عملية البحث والاستقصاء، فإحنا نشكرهم كل الشكر الأمانة استهلا. على مثل هذا المجهود، ولا يمنع أن يتم الإشارة في بعض الأحيان إلى بعض النواقص للتأكيد والتركيز عليها، وهذا يعني شأن الجامعة، فأعتقد أن الجامعة صدرها متسع للكثير من الآراء، وهذا شيء إيجابي جدا لما احنا نشوف أيضا أرباب العمل يتواصلون معاكم يعطونكم تغذية راجعة بشأن المخرجات التعليمية. ونشكرك على تواجدك معنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بإذن الله معك الدكتور درويش العمادي، الله يوفقك إن شاء الله. أكيد نشكر الدكتور درويش العمادي بيض الله وجهه على هذا الكلام، وأيضا نعم. نقول حق طلابنا اللي تخرجوا من الجامعة أن البلاد والعباد يتمنوا منكم المزيد وبذل صحيح. المجهود لهذا الوطن المعطاء، وكذلك المقبلين على هذه الجامعة نتمنى لكم التوفيق. ما زلنا مستمرين معاكم، هناك أيضا ضيوف وتقارير تنتظرنا في برنامج ترحيب لهذه الليلة، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جملة طبعا من الإجراءات الاحترازية للوقاية أيضا من تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع عودة الصلاة جزئيا إلى المساجد يوم الأثنين الماضي، طبعا هذا باستثناء صلاة الجمعة. فهد فعلا مثل هذه الأخبار نعم. اللي تفرحنا دائما وأبدا مشاهدينا الكرام. للمزيد عن هذه الإجراءات الاحترازية في المساجد يسعدنا أن يكون معنا السيد سليمان جمعان القحطاني رئيس قسم توجيه الأمة والخطباء في إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا ومسهلا بك معنا الليلة في برنامج ترحيب. يا مرحبا أخوي، الله يسلمك ويبارك فيك وياك. طبعا سليمان لبي نكلم المشاهدين، وفرحنا بعودة المساجد ولو أنه مش كل المساجد، ولكن إن شاء الله في الأيام الجاية المساجد إن شاء الله راح تمتلي بالمصلين، وأيضا يوم الجمعة يعني فتح المساجد يوم الأثنين الماضي. نبغى نعرف أنتوا شلون يعني رصدتوا التزام المصلين بالتعليمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت إدارة المساجد بإطلاق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، وكذلك وضعت خطة متكاملة لإعادة فتح المساجد. هذه الخطة مكونة من 4 مراحل. انطلقت المرحلة الأولى فجر يوم الاثنين الماضي، تم بحمد الله عز وجل إعادة فتح 25% من عدد المساجد، أي بما يعادل 500 مسجد. هذه المساجد تم اختيارها وفق معايير وضوابط محددة. أبرز هذه المعايير
أن هذه المساجد في مناطق ذات كثافة سكانية غير مزدحمة، كذلك أن هذه المساجد التي تم اختيارها تكون مساحاتها ما بين متوسطة إلى كبيرة، كذلك أيضا روعي في الاختيار أن هذه المساجد لها مساحات مفتوحة وفناء مفتوح بهدف الحصول على تهوية جيدة. بالنسبة لالتزام المصلين كانت عندنا خطة لمتابعة هذا العمل وهذا الالتزام، كانت هناك متابعة حثيثة ومكثفة من قبل إدارة المساجد لضمان سير الأمور على ما يرام. كانت هناك متابعة للفريق المخصص لتنظيم دخول المصلين، وكذلك متابعة مدى التزام المصلين بالتزامهم بالنصائح والإرشادات. في العموم الحمد لله وجدنا يعني نتائج إيجابية يعكس مدى التزام المصلين وتقبلهم لهذه النصائح والإرشادات. شيخ سليمان، أنا ودي أتكلم معك أكثر عن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان أيضا سلامة المصلين. يعني نبي نتكلم من جانب عملي، إحنا سمعنا أن لازم الواحد يجي معاه السجادة وأيضا يكون متوظف في البيت وأيضا بعض الشغلات الثانية، وإذا أقامت الصلاة أنه ما يقدر يلحق الصلاة. يعني كلمني شوي عن هذه الشغلات بس حتى توضح الصورة للمشاهدين. هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. من هذه الإجراءات التي اتخذتها إدارة المساجد التعقيم الكامل لجميع هذه المساجد التي تم افتتاحها، ليس هذا فحسب بل هناك تعقيم بشكل يومي مستمر قبل كل صلاة. أيضا تم تحييد المصاحف الموجودة في قاعة الصلاة ونقلها إلى مكان آخر بهدف يعني سلامة المصلين. تم غلق أماكن الوضوء ودورات المياه في هذه المرحلة. أيضا من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وضع في كل مسجد ملصقات إرشادية مكتوب عليها يعني ضع سجادتك هنا. الهدف من هذه الملصقات هو تحقيق التباعد الاجتماعي بحيث أن كل مصلي يكون بين مسافة آمنة والمصلي الآخر بما لا تقل عن 2 متر. بالنسبة للنصائح والإرشادات التي ينبغي على المصلين يعني الالتزام بها والمواظبة عليها، أولا الاستعداد المبكر للصلاة من حيث يعني الحرص على الوضوء في المنزل كون أن دورات المياه مغلقة وأماكن الوضوء في هذه المرحلة. كذلك يفضل يعني التبكير والذهاب إلى المسجد قبل موعد الصلاة بوقت كافي حتى لا يحصل تزاحم عند مدخل المسجد. من الضروري إحضار سجادة الصلاة الخاصة بالمصلي. أيضا ارتداء الكمامة ليس عند دخول المسجد فقط وإنما طيلة تواجد المصلي في المسجد. من الضروري أيضا أن يكون هناك تطبيق احتراز. الفريق المنظم لدخول المصلين لن يسمح بدخول أي شخص ليس لديه برنامج احتراز. ننصح أيضا المصلين بالتعاون مع الفريق المنظم الذي وضع لأجل الحفاظ على سلامتهم والتأكد من أن الجميع ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. أيضا ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الأطفال بعدم الحضور إلى المسجد في هذه المرحلة والاكتفاء بأداء الصلاة في المنزل. إذا حب المصلي أثناء فترة تواجده في المسجد يعني الاستفادة من وقته وقراءة القرآن، بإمكان الاستفادة من الهاتف الشخصي من خلال استخدام أحد التطبيقات القرآنية. من أبرز هذه التطبيقات تطبيق مصحف قطر والذي دشنته وزارة الأوقاف قبل فترة قريبة. فعلا أكيد دكتور أو الشيخ سليمان، طبعا مثل ما احنا عارفين أن الجميع
مشفي ومتشفق للصلاة في المسجد، وكل ما تقومون به مشكورين ومأجورين بإذن الله أنكم دائما وأبدا تدورون سلامة المصلين سواء المواطنين أو المقيمين، مثل ما احنا عارفين أيضا أن الصلاة هي عمود الدين أخي خالد وكذلك المشاهدين الكرام، أن الصلاة هي لها شروط كصلاة، يعني كلها العاقل المرشد البالغ، يعني هي لها قانون، أكيد ما راح يجيك واحد في المسجد إلا رجال عاقل وعارف وفاهم، ولكن أيضا يعني أنتم حرصكم الزايد و يعني نقول إنه يعني نثني عليكم لاجتهادكم لسلامة المصلين، ولكن أيضا هناك قلت يسارعون الكثير يتوضأ في البيت ويروح، مثل ما احنا عارفين ان الان من الاذان الى الاقامه تقريبا 10 دقائق، في ناس ممكن يعني منزله بعيد شوي يوصل متاخر، يوصل متاخر تقيم الصلاه، اذا قامت الصلاه تسكر باب المسجد، يعني نقول ان السعه الاستيعابيه مثلا المسجد هذا ياخذ 50 مصلي والان في 25 مصلي، يعني في مكان ما في ازدحام، ولكن لماذا يقلق الباب للي جاي متاخر، يعني لو نقول دقيقه مثلا، يعني افتحوا له لان هذه صلاه، صلاه الرب وهو عارف وواعي وفاهم. صحيح، مثل ما تفضلت ان احنا لغلق المسجد عندنا اعتبارين، اعتبار الطاقه الاستيعابيه للمسجد وباعتبار غلق قاعه الصلاه، ايهما اسبق يتم التزام فيه من قبل فريق المنظم. نعم. هذا يعني الإجراء، لماذا اتخذ هذا الإجراء؟ الهدف الأساسي هو في الحقيقة سلامة المصلين، لأن الفريق المنظم أيضا هو يتواجد في المسجد وأيضا هو مع إقامة الصلاة يغلق الباب ويصلي في المسجد، أيضا أن كون أن الإجراءات الاحترازية إذا أغلق الباب يعني نتأكد أن لن يتم دخول أحد من المصلين إلا وقد خضع أو خضع إلى مجموعة إلى يعني التحقق من الاشتراطات المطلوبة منه، فلذلك يعني هذا الإجراء اتخذ لأجل سلامة المصلين. نعم، يعني عن أنك أخوي خالد بس لأن في سياق هذا السؤال، مثلا السعة الاستيعابية ما اكتملت وقامت الصلاة، أيضا مثل ما نقول المنظمون واللي يقومون بالإجراءات على المصلين يسكرون الباب ويروحون للصلاة، هم الآن يؤجرون على عملهم، أنا ما أدخل في الأمور الفقهية، هذه متروكة لأصحاب الشأن والفتاوي، ولكن يعني هل من الممكن أن شخص من هذول الأشخاص ينتظر أو يأجل صلاته هو كشخصه إلين يدخل الناس البقية؟ يعني ما أدري، هذا السؤال المطروح لك الشيخ سليمان. صحيح، يعني احنا حقيقة عندنا سلامة المصلين بالدرجة الأولى، وثق تماما أن وزارة الأوقاف بإذن الله عز وجل لن تألو جهدا في الحرص على يعني مثل هذه الأمور، وبإذن الله عز وجل احنا ندرس هذه الأمور ونستقبل يعني آراء المجتمع ونتفاعل معها بكل إيجابية، وبإذن الله عز وجل تكون هناك إجراءات أخرى إن شاء الله في المراحل القادمة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله، الله يجزيكم خير، وأنا متأكد أن يعني وزارة الأوقاف يعني دائما تحاول أنها يعني تحاول أنها تنظم يعني قدر المستطاع هذه العملية، ولو أن احنا أخذناها أيضا من جانب علمي الموضوع صعب للغاية للأمانة، لما أنت تتكلم عن فيروس ينتشر عن طريق يعني الجهاز التنفسي فهو أمر صعب للأمانة احتوائه، ولكن هم جهدهم اللي يسوونه، فأعتقد أن هذا الجهد مبارك بإذن الله تعالى. أنا ودي منك أيضا كلمة أخيرة تحب تقولها للسادة المشاهدين، وخصوصا يعني من يرتادون المساجد ومن لديهم بالرغبة بارتداد المساجد مرة ثانية. بالنسبة للمصلين يكثر السؤال عن ما هي المساجد المفتوحة، هناك خدمة أطلقتها وزارة الأوقاف عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. نعم. بمجرد الدخول على هذه الخدمة يمكن لأي مصلي معرفة المساجد المجاورة له، كذلك أيضا يعني نشكر جميع المصلين على تعاونهم وعلى تفهمهم لهذه الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وبالعكس احنا يعني نشكرهم على هذا الوعي المتميز وتفاعلهم مع الفريق المنظم لدخول المصلين. نعم.
فعلا يعطيكم العافية، جهود جبارة أكيد من وزارة الأوقاف وجميع العاملين، سواء من سعادة الدكتور وزير الأوقاف وأيضا العاملين في وزارة الأوقاف وخطباء ومؤذني وأئمة المساجد. نتمنى إن شاء الله أن صلاة مقبولة للجميع. ونشكرك الشيخ سليمان، طبعا نقول سليمان بن جمعان القحطاني رئيس قسم توجيه الأئمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نحن نشكركم، والأجر من الله، الله يكتب أجركم الله إن شاء الله أنت وجميع العاملين. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، نطلع وياكم الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من برامج، من تقارير أيضا وضيوف لحلقة ترحيب لهذه الليلة. مع تخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم، عادت الحياة من جديد إلى الحدائق العامة، والأطفال هم الأكثر سعادة، نتابع في هذا التقرير. الحياة تعود من جديد للحدائق العامة، فهذه حديقة حيوان لندن تستقبل الجمهور بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. الحديقة شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور في أول يوم افتتاح، حيث تم بيع جميع التذاكر البالغ عددها 2000 تذكرة. الأطفال بدوا الأكثر سعادة بهذا الحدث، ولكن الحيوانات أيضاً أبدت حماساً لاستقبال زوارها من جديد، رغم أن بعضها اعتاد على الكسل خلال فترة الإغلاق الطويلة. بعض أجزاء الحديقة بقيت مغلقة، فيما تم اعتماد إجراءات صارمة لضمان السلامة والمسافة الآمنة. وفي فرنسا توافد نحو 3000 زائر إلى منتزه فوتروسكوب الترفيهي في أول يوم افتتاح منذ منتصف مارس الماضي بسبب إجراءات الحجر الصحي. وقد تم تطبيق إجراءات التعقيم ولبس الكمامات وغيرها من الاحترازات خوفاً من انتشار العدوى بفيروس كورونا. الفرنسيون بدوا سعداء بعودة النشاط إلى هذه المنتزهات والحدائق العامة بعد أسابيع من الإغلاق العام، ليكون مؤشراً على عودة الحياة إلى طبيعتها وانتشار الأمل بالتغلب على الجائحة. تابعنا معكم هذا التقرير، يعني يتكلم عن جميع أو في بعض دول العالم. شفنا لندن حديقة الحيوان، وشفنا أيضا في فرنسا، يعني نقول خالد أن الحياة بدأت ترجع إن شاء الله طبيعتها، وهذه فرحة. صحيح. هو في التقرير قال فرحة أطفال، أعتقد أنها فرحتنا كلنا، فرحتنا كلنا، وإن شاء الله هي مرادها أن ترجع الحياة مرة ثانية، ولكن خطوات تكون محسوبة بإذن الله تعالى إن شاء الله. لنا أعزائي المشاهدين أيضا عندنا موضوع آخر، حيث نظم مركز شباب الجميلية التابع لوزارة الثقافة والرياضة العديد من الفعاليات والأنشطة أيضا الصيفية، ولكن هذه المرة راح تكون عن بعد، وذلك طبعا تماشيا مع سياسة الدولة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا. فعلا الله يعطيهم العافية. طبعا المراكز شفنا مركز ذخيرة ومركز سميسمة، والآن في الجميلية. للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد أحمد المنصوري نائب رئيس مركز شباب الجميلية. مرحبا ومسهلا بك أخوي أحمد. تبقى يا فهد، كيف الحال؟ الله يعافيك، طول لي عمرك، ماجورين ويعطيكم الصحة والعافية. مثل ما ذكر أخوي خالد، السنة غير بحكم فيروس كورونا، الله يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله، والأنشطة الصيفية مع هذا الفيروس السنة هذه بالذات نقول سنة استثنائية، ولكن أيضا المركز بيفتح في الصيف وفعاليات راح تكون موجودة فيه وعن بعد، نبغى نعرف مع المشاهدين الأنشطة والفعاليات للصيف هذا. صحيح يا فهد، بالنسبة للفعاليات والأنشطة الصيفية مستمرة،
عندنا الأنشطة الرياضية تحت المشرفين، وعندنا الثقافية بالتعاون مع رواد العمل الشبابي، وعندنا المحاضرات وتنمية المواهب والقدرات. نعم نعم. أنا بغيت أسألك الله يسلمك، يعني أول شيء أحمد نقول يعني المهارات، يعني مهارات الشباب دائما تحتاج إلى صقل عن طريق الدورات والورش التدريبية، وخصوصا في فترة الإجازة ولي الأمر دائما يفكر إن شلون يكسب ولده مهارات معينة أو مهارات حياتية أو اجتماعية وما إلى ذلك. صحيح. كيف راح يتم تقديم هذه المهارات أو هذه الدورات أو الورش التدريبية من خلال يعني يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو بعد، يعني تكون عن بعد أونلاين يعني؟ لا بتكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع بالتعاون مع رواد العمل الشبابي اثنين تتبع لوزارة الثقافة والرياضة. نعم فعلا أخوي أحمد، يعني هناك نقول إن أربع مراحل اللي هي المراحل الأربعة اللي بدأت تاريخ 15/6. التدريج بداية تدريجية فعلا. يعني نقول المرحلة الأولى بدأت، والآن المرحلة الثانية يكون يعني السماح لبعض التجمعات. يعني هناك في مركز يقول لك عندهم فعالية الخاسر الأكبر، الخاسر الأكبر من اسمه تقول إن هذا في شيء ولكن يخسر من وزن. أيوة فعلا، يعني نقول إن مثل هذه الفعاليات والشباب مثل ما نقول إن الفترة اللي راحت أيضا الدراسة عن بعد، والآن المراكز الصيفية إذا تكون عن بعد يمكن يكون في بداية 7 عندكم فعاليات، يعني أشخاص تباعد اجتماعي، أشخاص موجودين، مدرب. يعني نقول هل هذا موجود في مركز شباب الجملية؟ صحيح صحيح موجود، وبتكون بالتدرج إن شاء الله تبع تعليمات الدولة. نعم أحمد، كلمني عن مركز شباب الجملية، كلمني عن المركز بشكل عام، وش الأشياء اللي كان يقدمها قبل جائحة كورونا من دورات من أنشطة، كم أعداد المنتسبين عندكم، وش الأقسام الجديدة اللي موجودة عندكم؟ كلمني قبل جائحة كورونا. قبل الجائحة احنا كمركز شباب الجملية يخدم عدة مناطق في المناطق الخارجية، وكانت برامجنا ثقافية دينية رياضية، عندنا أكاديمية خيل، حلبة ملاكمة، صالة جيم، جميع الفعاليات متنوعة عندنا إن شاء الله. كم تقريبا كان عدد الملتحقين في مركز شباب الجميلية؟ يتفاوت من نشاط لآخر، بس تقريبا العدد الإجمالي 230. ما شاء الله. فعلاً. يعني أخوي خالد أحمد، أخونا أحمد ذكر يعني هناك تنوع، هناك يعني تنوع في الأنشطة، تنوع في الأنشطة هي فيها حركية. صح. وفيها فكرية، وذكرت لنا أيضا ركوب خيل وأيضا يعني أمور كثيرة. هل هناك مواهب اكتشفتوها في هذه المراكز؟ يعني دائما وأبدا نجوم العالم في جميع الألعاب يبتدون من مدارس، يبتدون من مراكز مثل هذه. يعني يكون هناك كشافين يستقطبون مثل هذه المواهب. عندكم مواهب علمية، مواهب رياضية اكتشفتوها خاصة يعني في المناطق الخارجية من الدوحة مثل الإجمالية؟ صحيح، عندنا مواهب اكتشفنا فيها في ملاكمة، عندنا انضموا للمنتخب، والتعاون مع النادي العلمي والأكاديمية الخيل مجاري يعني اكتشاف المواهب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا مثل هذه المراكز أخوي خالد وكذلك أخوي أحمد، يعني أنا ما نستغني عن المراكز هذه خاصة في فترة الصيف، ولكن نقول دائما وأبدا مسمى نقول فترة الصيف، والناس يقول لك فترة الصيف شهر أو شهرين، ولكن نسأل أخونا أحمد يعني متى راح تكون هذه الأنشطة ابتداء، من متى وإلى متى، وهل بعد الصيف هناك أيضا أنشطة مستمرة؟ صحيح، احنا نشاطاتنا طول العام، بس فترة الصيف بتكون فترة إجازة المدارس، يعني مستمرة طول فترة الإجازة. نقول إن فترة الإجازة الصيفية فقط، يعني لين تفتح المدارس وبعد المدارس هل هناك يعني يكون في أنشطة مستمرة؟ نعم هاي مستعد يفهد على المدارس. الأنشطة مستمرة، النشاط العام مستمر. لا احنا نبغى إجازة العيال إن شاء الله. شوف أحمد طال عمرك، يعني دائما يكون في تعاون بين المراكز الخارجية يعني والمراكز التعليمية الثقافية مع المدارس، دائما تكون فيها أنشطة.
فمركز شباب الجمالية أكيد كان في تعاون مع وزارة التعليم أو حتى مع أيضا المدارس في القيام بأنشطة مشتركة، يعني كلمني عن هذه الشغلات اللي كانت موجودة في السابق. أنا أدري الحين معظم الأنشطة متوقفة بسبب يعني الظروف، ولكن أكيد يعني قبل كانت عندكم أنشطة وتعاون أيضا يعني مشترك مع المدارس اللي موجودة عندكم. صحيح، عندنا مشاركة مع مدرسة جمالية، مع المراكز اللي تابعة للثقافة، المراكز الخدمية يعني، وعندنا كلها مستمرة هذه. والحين بس على التواصل الاجتماعي من بعيد بس. صح فعلا. طبعا أخوي أحمد المنصوري نائب رئيس مركز شباب الجمالية يعطيك الصحة والعافية، بيض الله وجهكم، وأكيد راح تقصرون مع أعيانه في الفترة الصيفية، لا أنت وبيض الله وجهك. طبعا أخوي خالد شفنا مثل هذه المراكز اللي يستفيد منها عيالنا طبعا في فترة الصيف، كنا طبعا مع ترحيب خلال هذا الأسبوع والأسبوع اللي قبل ثلاث مراكز اللهم لك الحمد يعني شغالين لعيالنا، نتمنى لهم التوفيق. نعم الله يوفقهم إن شاء الله جميع. طبعا أنا ودي أقول شغلة فهد، يعني المراكز الحين يمكن يكون عملها الأمانة متواضع بحكم الظروف اللي جات عليهم، ولكن هم في السابق لأمانة كل مركز يختلف، يعني مثلا في اللي هو النادي العلمي يختلف في تطوير مهارات أبناء وأيضا اكتشاف المواهب، فأنت المفروض كولي أمر تختار الشيء المناسب لك، وأيضا المركز الإعلامي يقدم دورات تدريبية وكل ما يخص الإعلام، وكل المراكز مختلفة تخدم يعني القطاع الاجتماعي اي شكل من الاشكال، ولكن الان يعني نقول الامانه الخدمات متواضعه جدا من عند المراكز بحكم الظروف اللي عليهم وهي التباعد الاجتماعي، ما يمنع ان في مراكز كان لها يعني تقديم ايضا كثير من الدورات والورش عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تعرفها يعتمد من مركز الى مركز يعني. فعلا اخوي خالد اكيد كل ولي امر يعرف ولده الحركي والعلمي، نتمنى لهم التوفيق، كلهم فيهم الخير والبركه، انا اشهد يعني. الله ينفع بهم البلاد والعباد. في اطار الجهود المستمره لمكافحه خطر فيروس كورونا، قام النادي العلمي القطري بتصميم وتنفيذ جهاز تقنية وتنفس الهواء من إنتاج محلي بشكل كامل، نشوف هذا في سياق هذا التقرير. بسواعد الشباب القطري وقدراته العلمية المتقدمة، تستمر مبادرات النادي العلمي القطري لدعم جهود الدولة في مكافحة خطر فيروس كورونا في جديده، وبهدف حماية الطواقم الطبية العاملة في خطوط الدفاع الأولى، قام النادي العلمي القطري بتصميم وتنفيذ جهاز تنقية الهواء. في الأزمة الحالية صار في نقص في هذه الأجهزة لتنقية الهواء، فمؤسسة حمد طلبت من النادي العلمي تنفيذ هذا المشروع بأنه تصمم جهاز هو موجود حاليا بس بشكل أفضل وبكمية تساعد الكوادر الطبية. في النادي العلمي تم تشكيل لجنة، هذه اللجنة بدأت بتفكيك الجهاز الموجود فعليا الحين، وقمنا بتصميم الجهاز الحالي. التصميم جاء بعدة مراحل، الأنابيب اللي تأخذ الهواء من الفلتر إلى الخوذة تم تصميمها بحيث أنه ما يكون في أي عوائق للهواء. الجهاز نفسه تم تصغيره من النموذج الأولي للنموذج الثاني، تم تصغيره بحيث أنه ما يكون ثقيل أو يحط وزن على ظهر الدكتور. والبطارية في الجهاز لها عمر أطول من بطارية الجهاز القديم، الجهاز القديم كان عمر بطاريته 3 ساعات، الجهاز الحالي اللي احنا سويناه 8 ساعات أو حتى تقدر تخليه 16 ساعة. الميزات اللي فيه أنه ينقل الهواء أو يدخله بالخوذة بدون لا تحتاج تلبس كمام. يسجل هذا الجهاز كإنجاز جديد لدولة قطر وثمرة جهد النادي العلمي الذي يوفر بيئة حاضنة ومسؤولة تشجع الشباب على البحث والعطاء والإنتاج داخلياً بدل الاعتماد على براءات الاختراعات المستوردة فقط، ليقدم ما يفيد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. إذن أيضاً وفي سياق آخر، حيث ساعد الحجر المنزلي أيضاً في إظهار الطاقات الإبداعية الواعدة واكتشاف أيضاً أنفسنا وما نملكه من مواهب وهوايات. طبعاً خلونا نتابع هذه التفاصيل من خلال التقرير التالي.
البقاء في المنزل ليس دائما مملا، فربما تكون هذه فرصة جيدة للقيام بالأنشطة المحببة إلينا التي لم نستطع أن نفعلها من قبل، ونذكر أبرزها. المطالعة هي واحدة من أهم الهوايات لقتل وقت الفراغ، فالكتاب الجيد يسافر بك في المكان ويخفف من وطأة الملل. ممارسة أي نشاط رياضي تفضله، فذلك يقلل من شعورك بالتوتر ويساعدك في التخلص من الطاقة السلبية. إذا كنت من محبي اللغات، يمكنك تعلم لغة جديدة عبر الإنترنت، فبهذا سيكون لديك كل يوم فرصة لتعلم شيء جديد. القيام بالأعمال المنزلية وإعادة ترتيب الأغراض والتخلص من الأشياء التي لا تستخدمها، فكلما قللت الأغراض من حولك شعرت براحة نفسية أفضل. إذا كنت تعيش في منزل مع حديقة، فيمكنك الاعتناء بالحديقة وتقليمها. أما إذا كنت في شقة دون منفذ للخارج، يمكنك زرع الشتول في أحواض والاهتمام بها. وأخيراً، لا تنسى الأنشطة مع الأطفال كالرسم والأشغال اليدوية وقراءة الحكايات. وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب، يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب إلكتروني. نعم، ومتابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام أو السناب شات. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات، وفي أمان الله. أمان الله.